منتخب مغربي كان مزيان صراحة. الله ديك البنات كيلعبوا احسن من الرجال. انا كيجيوني هذوك هما يديروهم يشاركوا في كاس العالم كانوا يديروا شي حاجه على الرجال، اما الرجاله والو، ماشي مشكل يجيبوها مره اخرى الدوري اخر يشاركوا ويزيدوا يجتهدوا ويقدروا يوصلوا شي نتيجه مزيان. هذيك هي هضره خاويه، هذيك هضره قديمه كتفدع في العهد الحجري. اما دابا هذوك الناس متخلفين، كل واحد والعقليه ديالو، ما تقدرش انت ناكل شي تراضيه. كاين النص كيخرج لك هيدا والنص هيدا، يقدروا ربما يقدروا يلاحفوا يحالفوا مشي حظ ويقدروا يوصلوا شي نتيجه مزيانه ويقدروا يديو الكاس كاع. جو بونس كي فا رياليزي دي بون ريزولتا، وعندنا فريق تبارك الله فريق نسوي قوي جدا، وجو بونس يقدر يمشي بعيد في كاس العالم ان شاء الله. انا بالنسبه ليا هذا فوالا امر خاطئ. جو بونس حتى فوالا النساء عندهم الحق يمارسوا الرياضه، دونك خصنا نشجعوهم وفوالا، دونك خصهم يغيروا التفكير ديالهم واحد شويه. هذا مزيان ولكن ما كتبش الله. ابخي فوالا سي با غراف، سي لو فوت، يا توجور كومون دير ان فانكور، اي فوالا سيت فوا سي لافريك دو سود، دونك سي با غراف. نتمنوا ان شاء الله المره الجايه يربح المنتخب الوطني المغربي. هذا الله النسوه راه احسن ديال الرجال، الا جينا نشوفوا بعدا فرجونا المتعه، واخا خرجوا بيلينتيات في التالي، المهم كوم احسن من ماشي ما كاينش الفرق صح. الزهره اللي ضربات بيلينتي. وشكرا بزاف. لا ماشي كوزينه، انا دابا المهنه ديالي جزار، كنعرف بزاف فاس عندنا تما، كاينين الجزاره، امراه جزاره معادي كتسوق الطياره، بزاف د الحوايج. لا الصراحة الله غيمشي بعيد، لا كون يعني غيمشي بعيد، أحسن من الرجال بعدا، أحسن من الرجال، تحية للنساء.